هسه حتى بيان يطلع هسه رئيس الحكومه، يعني انا اناشده من هذه المنصه اذا ما تريد تروح اخويا المجلس النواب على الاقل الناطق باسم الحكومه يطلع بتبرير يهدئ مخاوف الراي العام. الراي العام خايف سواء الكردي او العربي او العراقي في عمومه، قلق من هاي القضيه الاعتداء التركي. طيب باشر القوات التركيه تحركت ووقفت بالموصل، وهي كل اللي تحتاجه ساعات ساعات فقط للوصول من أدهوك إلى الموصل. وراها أنت حتى إذا راح تجي تقول القوات التركية احتلت الموصل راح يقولوا لك إيه خلاص توكل أنت على الله، إحنا ما ندري، أنت ما قلت لنا ليش هم كانوا موجودين بدهوك وأنت قلت لنا وإحنا ما ندري، توكل على الله أنت تصرف، إحنا ما لنا علاقة.